فحم رحت والله جبت صوبة قشر فستق بتقريبا 150 دولار اشتريتها، واشتريت طن قشر كمان تقريبا من 175 دولار وركبتها، والحمد لله رب العالمين. صوبة كويسة ودخان مالها وتدفئتها جيدة يعني، وأوفر كتير هلا حاليا بأنه قطاع المازوت أوفر كتير من المازوت يعني تقريبا. والصوبة يعني موفرة، والقشر الفستق موفر، مازوت ما في اليوم، والعالم عم بتجرب الصوبات الحمد لله رب العالمين، ارتاحت عليها كثير كثير مو شوي من فضل الله. وهلا ما زال الامور الحمد لله رب العالمين، شفت عيونك الامور مستمره والطلب مستمر كثير كثير مو شوي.